السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الابتدائي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. احنا النهارده مع بعض هنكمل منهج الترم الثاني في نافذة اللغة العربية. قبل ما نبدأ درسنا يلا نلعب لعبة حلوة مع بعض. ايه؟ يلا يا ولاد. ايه ده؟ برافو، سامع حد بيقول لي يا ميس ده قلم. ده ايه؟ قلم، قلم واحد. قلم ايه؟ قلم واحد، برافو عليكم. طيب دول ايه؟ قلم واحد ولا كتير؟ لا، ده مجموعة أقلام. مجموعة ايه؟ أقلام. يبقى ده قلم واحد لكن دول مجموعة أقلام. برافو عليكم. درسنا النهارده هيتكلم عن المفرد والجمع، عن المفرد والجمع. المفرد قلم والجمع أقلام. طيب يعني ايه المفرد الأول؟ المفرد يا ولاد ما دل على شيء واحد، ما دل على شيء ايه؟ واحد. يعني قلم واحد، باب واحد، برافو. شجرة واحدة، يبقى المفرد ما دل على شيء ايه؟ واحد، ممتازين. طيب قلم جمعها ايه؟ أقلام. جمعها ايه؟ أقلام. طيب الجمع يعني ايه جمع؟ قال لك ما دل على أكثر من شيئين. يعني ايه برضه؟ ما ينفعش تمسك قلمين كده وتقول لي دول جمع. غلط، الجمع بيبقى أكتر من اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، زي ما أنت عايز. يبقى قلم جمعها ايه؟ أقلام. برافو عليكم. قلم يا ولاد، قلم اهي، جمعها ايه؟ أقلام، ممتازين. يبقى المفرد حاجة واحدة لكن الجمع كتير، بيبقى أكتر من اتنين. طيب تعالوا نشوف أمثلة مع بعض معانا النهاردة. سمكة دي، سمكة واحدة، مفرد ولا جمع؟ برافو، سمع حد بيقول لي يا ميس سمكة مفرد علشان هي سمكة واحدة، يبقى سمكة دي مفرد. طيب جمع سمكة ايه؟ سمع حد بيقول لي سمكة وسمكة وسمكة، يبقوا أسماك. برافو عليكم، شايفين أسماك؟ أسماك كتيرة ايه موجودة قدامكم، يبقى جمع سمكة واحدة، سمكة مفرد جمعها أسماك. طيب العصفور، عصفور مفرد ولا جمع؟ برافو، حد بيقول لي يا ميس عصفور مفرد، عصفور مفرد، يبقى عصفور جمعها ايه؟ عصافير. عصفور وعصفور وعصفور جمعها عصافير. وزي ما خدنا برضو مع بعض شجرة، شجرة جمعها ايه؟ برافو، سامع حد بيقول لي يا ميس شجرة جمعها أشجار، شجرة جمعها ايه؟ أشجار. يبقى المفرد حاجة واحدة لكن الجمع حاجات كتير. طيب مين بيجيب لي حاجات عنده بقى في الفصل أو في المدرسة أو في البيت؟ سامع حد بيقول يا ميس باب جمعها أبواب، برافو. حد بيقول لي تاني مدرسة جمعها مدارس، ممتازين. مين تاني؟ ولد جمعها أولاد، بنت واحدة جمعها بنات، برافو عليكم، ممتازين. يبقى كده عرفنا المفرد حاجة واحدة لكن الجمع كتير، أكتر من اتنين، لازم نركز فيها، أكتر من اتنين، ما ينفعش تجيب حاجتين وتقول عليهم جمع. طيب تعالوا نشوف الأسئلة مع بعض، هيجي لك أسئلة بيقول لك حول من المفرد للجمع أو من الجمع للمفرد. طب تعالوا نشوف هنا بيقول لك حول من المفرد للجمع. جايب لك كلمة قلم، قلم، قلم دي مفرد صح؟ مين هيحل معايا ويجمع كلمة قلم؟ حد بيقول لي قلم وقلم وقلم، أقلام، ممتازين. قلم جمعها إيه؟ أقلام. قلم جمعها إيه؟ أقلام، برافو عليكم. مين بيحل التانية معايا؟ مين بيحل؟ مدرسة، مدرسة جمعها مدارس، برافو. أنا سامعة في ناس بتقول لي مدرسة جمعها مدارس. طيب ولد، ولد جمعها ايه؟ برافو، ولد جمعها أولاد، ولد جمعها ايه؟ أولاد. طيب آخر واحدة مين بيحل؟ طفل، طفل واحد جمعها ايه؟ أطفال، برافو عليكم، طفل جمعها أطفال، برافو، برافو عليكم. يا رب تكون استفدتوا من درسنا النهارده عن المفرد والجمع، وما تنسوش يا حبايبي تحلوا صفحة 105 و106 في الكتاب. لو عندكم أي استفسار اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.